هذه الصحراء تندرج في إطار استكمال الوحدة الترابية والحفاظ على الوحدة الوطنية. المدخل الثاني، الترافع لقضية الصحراء المغربية يجب أن يستحضر أيضا السياق الدولي. السياق الدولي الذي نشأ فيه النزاع اتسم بينه وبين الاضطراب، نظام دولي طبعا توازن القوى بين نظام ليبرالي في الغرب ونظام الشراكة في الشرق، نظامين متناقضين من حيث المرجعية الفكرية، الأول يحمل قيم رأسمالية والثاني يحمل قيما اشتراكية. هذا الوضع بطبيعة الحال أدلى أرخى بدلاله على الدول المستقلة في إفريقيا، خاصة من حيث المرجعية الفكرية في نظام الحكم. فظهرت في العالم الإفريقي حركات ثورية معادية للنهج الرأسمالي لأنها كانت ترى فيه نهجا استعماريا. فوظفت هذه المرجعية الثورية كأساس لقلب الأنظمة الحكم في مجموعة من البلدان الإفريقية، مثلا في ليبيا ثورة 1963، في مصر ثورة 1952، وهذا الأمر ما حدا بمجموعة من القيادات الإفريقية بدعم الحركات الانفصالية كما هو الحال بالنسبة للرئيس الأسبق ودعمه لجبهة البوليزاريو. لكن انهيار نظام القطبية وانهيار الفكر الاشتراكي أثر في نظام الحكم في هذه الدول، مما أضعف المرجعيات التي كانت تستند عليها في الحكم، فانتقلت من حكم ثوري إلى نظام هش مستبد بالسلطة. سرعان ما انقلبت عليه الشعوب كما حصل لمعمر القذافي في ليبيا على إيدي خليل العربي، ولروبرت موغابي الذي أجبره الجيش على تقديم استقالته من منصبه كرئيس زيمبابوي في 21 نوفمبر 2017 بعد حرق 37 سنة. فشعوب إفريقيا اليوم، فشعوب إفريقيا أمس المليانة من القيم الثورية ليست هي الشعوب الإفريقية اليوم التواقع إلى قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، والتي ترى في المغرب نموذج، وهذا ما يجب تفسيره في قبول غالبية الدول الإفريقية لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وهذا يعني أن السياق القاري في صالح المغرب. أما على مستوى السياق الدولي فنجد انهزام الأطروحات الانفصالية لصالح وحدة وسيادة الدول. رأينا كيف ساندت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي برفضهم للانفصال الإقليمي كاتالونيا وإسبانيا، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور بموجب طلب الحكومة، وهي المادة التي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا وإقالة قادة الإقليم والدعوة للانتخابات مبكرة. كما أوقفت سلطة ألمانيا رئيس إقليم كاتالونيا بعد إصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحقه. أيضا رأينا من خلال التطورات الأخيرة في إقليم كردستان العراق موقف دول الرافض لانفصال عن الدولة المركز العراق. أيضا استفتاء اسكتلندا 2014 رأينا كيف اختار الشعب الاسكتلندي خيار الوحدة مع بريطانيا. بالأمس الجمعة شاهدنا القمة بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية في قمة الكوريتين عند النقطة الحدودية في بان مونجون إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية يناقش فيها الرئيس دولتين الكوريتين في المنطقة المنزوعة السلاح في أفق إعادة توحيد الدولتين. إذا السياق الدولي الراهن يميل إلى الدعوة لوحدة وسيادة الدول. المدخل الثالث وهو المدخل القانون الدولي. إن أكبر رهان تواجه الدبلوماسية المغربية هو رهان القانون الدولي، فخصوم الوحدة الترابية أصبحوا يناورون بطرق مختلفة عن الماضي للتأثير في قرارات الأمم المتحدة، تارة بالطعن في اتفاقية الصيد البحري أمام القضاء الأوروبي، والواقع أن هذا الطعن لا ينسجم مع القانون الدولي، خاصة اتفاقية فيينا 1963 المادة 6 التي تنص على أن لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات، بمعنى أن الدولة اللي ما كانتش عندها أهلية ما يمكنش تبرم اتفاقية. والأهلية في العلاقات الدولية كتقوم على أربعة ديال المعطيات، على جوج مقومات مادية ومعنوية. المقومات المادية سكان، إقليم، سلطة سياسية، والمقومات المعنوية الاعتراف. فكيف لكيان انفصالي لا تتوفر فيه أدنى شروط أهلية الدولة في أن يطعن في اتفاق المغرب؟
كما أن الساكنة الصحراوية لها تمثيلية حقيقية ديمقراطية في مجالسها الترابية. والدستور المغربي 2011 الفصل 140 خص للمجالس الترابية الثلاث اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة تمكنها من تخبير شأنها الجهوي والإقليمي والمحلي. كما أنه في خصوص موارد هذه المجالس الموارد فلوس لك الطفل، فقد نص الدستور في المادة 141 على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر على موارد ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترناً بتحويل الموارد المنطبقة له. وما يفهم من هذين النصين الدستوريين أن موارد المجالس الترابية الصحراوية سواء كانت ذاتية أو مرصودة من قبل الدولة تصرف في تدبير الشأن المحلي ولصالح الساكنة الصحراوية وفق اختصاصات دستورية. أيضا في محاولة بائسة لخصوم وحدتنا الوطنية وداعمة الجزائر بوصف المغرب بالقوة المحتلة لا يستند على أي أساس وفي غير محله، بالإضافة إلى ذلك فإن إدارته مخالف للقانون الدولي والوضعي والعرفي. وبالفعل فإن الفهم قوة المحتلة المحدد في إطار قانون لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بتاريخ 12 أغسطس 1949، وكذا من قبل القانون العرفي يتعلق بدولة تحتل جزئيا أو كليا أراضي بلد آخر وتتمتع باختصاصات مرتبطة ببقاء وأمن قوتها، غير أن هذا المفهوم ليس له أدنى علاقة بالوضع في الصحراء، حيث لم تكن هناك أي حرب مع دولة أخرى ولا أي احتلال لترابها. أيضا في الآونة الأخيرة سعت جبهة البوليزاريو بالتوغل في المنطقة العازلة بالصحراء التي لم يتنازل عنها المغرب، بل سلمها طوعا للأمم المتحدة كوسيلة لتدبير وقف إطلاق النار. فبهذا التصرف المسؤول تحاول البوليزاريو تغيير الوضع القائم خلاف الاتفاق وقف إطلاق النار 1991 الذي رعته الأمم المتحدة، الأمر الذي يثير المسؤولية القانونية للمينيرسو في القيام بالدور الأممي المنوط بها بشكل فوري على وقف سعي البوليزاريو الحتيد إلى فرض سياسة الأمر الواقعي. المدخل الرابع، إن أكبر تحدي تواجه السياسة الخارجية هو تدبير الأزمات الدولية بشكل يخدم المصالح الدولية. تكون عندنا أزمة، كيفاش السياسة الخارجية كيفاش تدبر هذه الأزمة؟ لهذا أولى منظرين في السياسة الدولية والعلاقة الدولية لهذه المسألة اهتمام كبير وأسهبوا في الكتابات فيها، إلا أنهم لا يخرجون عن خمس نظريات كبرى في تدبير النزاعات الدولية. النظرية المثالية وهي التي تقوم على أساس أخلاقي وتدبير الأزمات بمنظور حسن النوايا وبالتعاون الدولي والاعتماد على المنظمات الدولية. النظرية الواقعية والتي تقوم على أساس القوة ودعم الوصول إلى حالة توازن القوى، حالات كثيرة من العلاقات الدولية مثلا الحالة الكورية اللي كتسمى القوة. النظرية السلوكية التي تعتمد على التحليل النفسي والسيكولوجي لمتخذين القرار من أجل التأثير في صناعة القرار. إذا أنك تحاول أن تدرس صناعة القرار وبنية صناعة القرار كيفاش كتأثر فيها من أجل صياغة قرار مخالف. أنا شفنا عندنا حالة في العلاقة الدولية عجرت في الأمس القريب هي حالة إقالة رئيس جنوب إفريقيا، كيف أن استغلت الحج ديالو استغل فضيحة ديال الرئيس ديال جنوب إفريقيا وكيف أن خدها لكباب لتلحيه عن سلطة البلاد. وتبقى النظرية الوظيفية من أحدث النظريات في تدبير الأزمات الدولية، فهي تقوم على أساس علاقة الدولة ببنية المجتمع الدولي. نقصد بنية المجتمع الدولي أربعة بنيات: دول، منظمات دولية، قوى عبر الوطنية، نقول أيوا قوى عبر الوطنية هما اللي يدخلوا فيهم الشركات تاع الجنسية، يدخلوا فيهم الأحزاب الأممية إلى غير ذلك من القوى التي تعبر الوطن والتي لها هامش من الحرية أكثر من السلطات الحكومية. أيضا الرأي العام الدولي، هذه البنية، هذه
قوة بين المجتمع الدولي ولها، وكيف أن هذه الدبلوماسية تؤثر في هذه البنية في إطار ما باته الآن ما يسمى بالاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية. فتدبير الأزمات الدولية وفقا النظرية يقف على ديناميكية الدبلوماسية. كل ما كانت الدبلوماسية دينامية علاقتها مع الفاعلين الدوليين الأربع، كل ما كانت الدبلوماسية ناجحة، كل ما كانت تحصلنا المصالح الوطنية. وكما هو معلوم أن بنية التحرير اتخاذ القرارات الأممية، وأن في مسألة حل السلم والأمن الدولي هو موكول لمنظمة الأمم المتحدة في إطار فصل 6 و7 لتقرير، وأن النزاعات الدولية تعرض على مجلس أمن ضمن هيئة 6 للأمم المتحدة باعتباره الجهاز الأول للأمم المتحدة الذي له هذا الاختصاص. وبالنظر إلى تركيبة هذا الجهاز فهو يتكون من 15 عضو، 5 أعضاء دائمين و10 غير دائمين. قرارات هذا المجلس تتخذ بالأغلبية الأصوات، شريطة عدم استخدام أحد هذه الأطراف دائمين. إذا كان نشكو سكان بنزعات عرقية فيمكنش نشكو دولة. تالي غنشوفو في كل نزعة عرقية ما خصها دولة. إذا هذا ماشي منطق. هنا الأمر هذا باش نحيل واحد القرار أو قرار ديال المحكمة الدستورية إسبانيا 2010 في قضية ديال مطالبات كاتالونيا عملت في تغيير القانون المالي ديالها، وبناء الاساس ديالو بان كاتالونيا هي امة لها ان تقرر مصيرها في الميزانيه ديالها. كان الجواب ديال المحكمه الدستوريه بان الامة لا ينشئ اي اطار قانوني، وهذا امر معقول، هذا امر مفهوم، لان ما يمكنش تصوروا داخل الدوله ونعطيو هذا المفهوم الامة نعطيه هو الأهمية القصوى. وبالتالي غنشوفو في كل دولة نشوفو جزئيات، كل عرق نشوف خصنا عندو دولة. وبالتالي هذا أمر اللي في اعتقادي الآن الدول كتدخل من هذا المدخل في النزاعات العرقية اللي كنشوفوها الآن في مختلف الدول. باش نجاوب على قرار ديال مجلس الأمن 2414 صدر الأمس، فهو قرار اللي جاء في اختصاص الأمم المتحدة وفقا المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة هي المسؤولة، هي المادة اللي كانت متعلقة بتسويل النزاعات. قراءتنا لهذا القرار 414 في المدة الزمنية أن بعثة المينورسو وهي البعثة اللي كانت تراقب الوضع في نزل السلاح في المنطقة الهازلة، جاء تقصير مدة كان كل سنة كيتم تجديدها، الآن أصبحت 6 أشهر. قراءة من الزاوية والاهتمام الأممي بقضية النزاع المتاح، بمعنى أن أصبح الأمم المتحدة الآن لها تنظر بعين الاهتمام بهذه القضية بشكل أصبحت. وهنا أربط حتى القراءة في القرار الآخر بأن حتى المسؤوليات، لأن شمل القرار حتى المسؤوليات ديال الدول المغرب العربي ودفع بها حتى أن خصها تنخرط في إيجاد حل وتسوية لهذه النزاعات، بمعنى أنه كان تصور جديد لإدخال دول المنطقة في اعتبارها كفاعل أساسي لتسوية هذه النزاعات. ثانيا نركز عليه القرار 2414 هو غلبة القانون الدولي، اتفاق 1991 قاضي ب عوف إطلاق النار تتبع النصو انتصار هذا الاتفاق، انسحاب مطالبة لجبهة البوليزون بانسحاب فوري من هذه المنطقة بصريح العبارة، فيه انتصار للشرعية الدولية التي سلكها المغرب كخيار دبلوماسي في الأمم المتحدة ولحل هذا المشكل، مشكل النزاع
المفتاح.